وللمزيد أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك دكتور أسامة. وفي البداية دعنا نتحدث عن العلاقات المصرية الإماراتية في سياق تلك الزيارة، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وأيضا ثقافيا. التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي زيارة مهمة، والعلاقات المصرية الإماراتية نموذج فريد من نوع من العلاقات العربية العربية حقيقة على مدى أكثر من 50 سنة من العلاقات الرسمية، وأكثر من يمكن 70 سنة أو 80 سنة من العلاقات الشعبية والمتواصلة. هي علاقات استطاعت أن ترسخ وجودها في العمل العربي المشترك، توافق شبه كامل في كل أو في مختلف القضايا، دعم مستمر من مصر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، ودعم متبادل أيضا من دولة الإمارات لمصر. هي نموذج مهم للغاية، بيؤكد أنه إقامة العلاقات العربية العربية وحماية منظومة الأمن القومي العربي يمكن تحقيقها إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة. والحقيقة هذه العلاقات بتمتد بجذورها في عقود طويلة، يمكن رسخها رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، واللي كان دائما ما ينظر إلى مصر على أنها ركيزة الاستقرار والأمان والسلام في المنطقة العربية، واستطاع أن ينقل هذه الروح وهذه الرؤية إلى الأجيال الجديدة من قادة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي استمرت هذه العلاقات الودية والطيبة والمتنامية على كل المستويات زي ما حضرتك أشرت، السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الثقافية، الإنسانية، لأن هناك كمان علاقات شعبية متميزة للغاية. مصر ساهمت في بناء نهضة الإمارات الحديثة عبر آلاف من المصريين العاملين في الإمارات، وأيضا الإمارات العربية المشتركة، الإمارات العربية المتحدة شاركت في بناء والاستثمار في مصر، هي أكبر مستثمر عربي في مصر أيضا. نعم. التبادل التجاري يتنامى بشكل مستمر، في الحقيقة شراكة متميزة على كل المستويات. طيب دكتور أسامة، دعنا نتحدث تفصيليا عن أوجه التعاون بين البلدين في الملفات الأمنية. صحيح، يمكن الرؤية الأمنية رؤية مهمة للغاية، لأنه القاهرة وأبو ظبي بيتشاركان رؤية واحدة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، وأيضا بتجمعهم رؤية واحدة فيما يتعلق بالتصدي للإرهاب والتصدي لأي ميليشيات أو أي قوى غير لا تنتمي إلى الدول، وبيجمعهم أيضا نشاط مهم للغاية فيما يتعلق بالتصدي للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية. وأعتقد أنه هذا التعاون المستمر وهذا النهج المشترك أسفر عن العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالقضاء على الإرهاب، سواء في التمويلات ما يتعلق بتمويل الإرهاب أو ما يتعلق بأيضا تكثيف المنابع الفكرية لهذا الإرهاب. الحقيقة البعد الفكري بعد مهم جدا في العلاقات المصرية الإماراتية وتحقيق أهداف أمنية بالغة الأهمية. أولا الإمارات بتنظر إلى مصر على أنها صاحبة الرصيد الفكري الأهم والرصيد الثقافي الأهم في المنطقة العربية، بتكن احترام وتقدير كبير بدور الأزهر الشريف في نشر ثقافة الإسلام المعتدل، وأيضا الإمارات بتتبنى نموذج للتسامح ولنشر ثقافة التسامح، وأعتقد أن ده كان ركيزة مهمة للتصدي للفكر المتطرف. على الجانب أيضا المتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة، أيضا مصر والإمارات تجمعهم رؤية مشتركة فيما يتعلق برفع كفاءة الأجهزة الأمنية والاستعداد المشترك دائما لمواجهة كل التحديات. أكبر دولتين أقاموا مناورات عسكرية مشتركة، كانت مصر والإمارات، عدد كبير من التدريبات المشتركة لرفع جاهزية القوات سواء في مواجهة التحديات العسكرية أو في مواجهة الإرهاب ومكافحة الإرهاب. وبالتالي أتصور أنه الشراكة المصرية الإماراتية نجحت بالفعل على كل المستويات فكريا وثقافيا وأمنيا في أن تتصدى للإرهاب وأن تحقق أمن واستقرار المنطقة العربية. طيب
دكتور أسامة، دعنا ننتقل من الملف الأمني إلى الملف الرياضي. السوبر المصري سيقام في 5 مايو في أبوظبي بين الأهلي والزمالك. دعنا نتحدث عن أوجه التعاون بين مصر والإمارات في المجال الرياضي. صحيح، ويمكن ده الحقيقة برضو من المجالات المهمة اللي طورتها الإمارات في السنوات الماضية. الإمارات من الدول اللي كانت لديها خطة طموحة في مجال تبني المؤسسات الرياضية وتبني البطولات الرياضية، واستطاعت الحقيقة أنها تقدم بنية تحتية رياضية متميزة، بالإضافة أيضا إلى استضافة العديد من الفرق الكبرى في العالم. وأعتقد أنه مصر بما لديها من رصيد رياضي كبير وبما لديها من فرق رياضية كبيرة، خاصة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وما لهما من شعبية في كل أنحاء الوطن العربي، فكان طبيعي أن تتلاقى الإرادة المشتركة حتى في المجال الرياضي، وأن يكون هناك استثمارات في مجال الرياضة، تعاون في مجال الرياضة، تنظيم البطولات. ويمكن حضرتك أشرت إلى استضافة بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات الشقيقة، وهي ليست المرة الأولى، هي يمكن تم استضافته أكثر من مرة، ودائما كانت بتخرج هذه الاستضافات في أبهى صورة ممكنة. نعم. وفي أجمل صورة، بوجود شعبي جميل للجالية المصرية وللمواطنين الإماراتيين ولكل المواطنين العرب المحبين للرياضة المصرية. وأنا أعتقد أن ده أيضا رسخ أساس من أسس بناء علاقة دائمة ومستمرة ومتنامية ما بين مصر والإمارات. الحقيقة احنا بنتكلم على تكامل في كل المجالات، حتى الرياضة، حتى الثقافة، حتى الأدب، حتى الفنون، حتى الاقتصاد، في كل المجالات الحقيقة. بذكر الاقتصاد، الإمارات بتتصدر الدول المستثمرة في مصر. دعنا نتحدث عن انعكاس ذلك على مصر. أولا، الإمارات بتنظر دائما إلى مصر على أنها أرض الفرص وأرض الاستثمارات الواعدة، لأنه الحقيقة مصر هي أكبر سوق في الشرق الأوسط، أكبر تعداد سكاني في الشرق الأوسط، أكبر قوة اقتصادية أو سوق اقتصادي واعد في المنطقة. وبالتالي مع القدرات الاستثمارية الكبيرة لدولة الإمارات الشقيقة، كانت مصر دائما محطة أنظار رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين. ويمكن على مدى عقود طويلة تم تطوير مجموعة من الشراكات الاقتصادية المهمة، سواء في مجال البترول، سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات، سواء في مجال الصناعة، في مجال الأمن الغذائي، في مجال الزراعة. هي مجموعة من الاستثمارات المهمة جدا تتجاوز قيمتها 16 مليار دولار. زي ما قلنا، الإمارات هي المستثمر الأول عربيا في مصر. أيضا هناك ما يزيد عن 1300 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية، وده رقم ليس بالقليل. أيضا مصر أو الإمارات هي الوجهة التصديرية الأولى للصادرات المصرية في الساحة العربية. وأتصور أن هناك العديد من أوجه التعاون. دائما العلاقات المصرية الإماراتية هي علاقات دائما مرشحة للنمو ومرشحة للتطور، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا على المستوى الجماعي. يمكن خلال الآونة الأخيرة، مصر والإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية دخلوا في شراكة اقتصادية صناعية متكاملة، وتم تأسيس صندوق استثماري برأس مال 10 مليارات دولار. وأعتقد أن هذا الصندوق وهذه الشراكة المهمة يمكن أن تحقق العديد من المصالح المتبادلة للدول الثلاث، سواء في مجال الزراعة أو الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليا بسبب ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية. نعم. وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي يمكن الشراكة المصرية الإماراتية تكون واحدة من الحلول العربية المهمة جدا لمواجهة هذه التحديات العالمية. نعم. دكتور أسامة، من وجهة نظركم، ما هي الملفات التي سيتم التباحث بشأنها في تلك الزيارة؟ يعني في تقديري الشخصي، سيكون هناك أكثر من مستوى لطرح ملفات على أجندة هذه القمة الكبيرة. أولا، على المستوى الثنائي،
ستكون هناك ملفات العلاقات الاقتصادية وتنمية العلاقات الاقتصادية المتميزة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر، خاصة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة سواء في منطقة قناة السويس أو في المدن السياحية المصرية أو فيما يتعلق بالمجمعات الصناعية المصرية. أيضا هناك تعاون مثمر بين مصر والإمارات في مجال تطوير الحوكمة وتطوير وتطوير أداء الجهاز الحكومي للدولة، وهذا واحد من الملفات المهمة في إطار التعاون بين مصر والإمارات. على المستوى الإقليمي أعتقد أن هناك العديد من الملفات، وهناك تطابق كامل في وجهات النظر بين مصر وما بين الإمارات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق بأهمية الحل السياسي في اليمن، في ليبيا، في تأمين أمن البحر الأحمر، أمن المضائق، الحفاظ على استقرار المنطقة، التصدي لمحاولات التدخل الخارجية سواء من قوى إقليمية أو دولية. وأعتقد أيضا أن الملف الذي سيكون مطروحا بقوة خلال هذه المباحثات كيف يمكن الحفاظ على الموقف العربي المتوازن في ظل الاستقطابات الدولية الحالية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه الحقيقة مصر والإمارات بالإضافة طبعا إلى دول أخرى مهمة في الإقليم زي السعودية، زي المملكة الأردنية الهاشمية، زي الجزائر وغيرها من الدول العربية الفاعلة، استطاعوا أن هم يحققوا حتى الآن نوع من التوازن الإيجابي، نوع من عدم الانحياز تجاه هذه الأزمة. وأعتقد أن ده كان مسار اهتمام ومسار احترام كبير من جانب العديد من القوى الدولية، وكانت المنطقة العربية استطاعت أنها تنأى بنفسها عن أي استقطابات خاصة بالأزمة. وكيف يتم ذلك حاليا دكتور أسامة؟ يعني مسألة الحفاظ على التوازن أعتقد أنها بدأت تتحقق بالفعل من اللحظة الأولى لاندلاع هذه الأزمة، عندما طالبت الدول العربية بوقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى التفاوض وإلى الحوار، أيضا من خلال تصويت الدول العربية المتوازن في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية سواء بإدانة التدخل العسكري الروسي، ولكن أيضا في الوقت ذاته برفض العقوبات الغربية القاسية تجاه روسيا، بفتح آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة، الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت ذاته فتح علاقات مع روسيا، فتح علاقات صفحة في العلاقات مع الصين، وأيضا البعد أو النأي بالنفس عن أي استقطابات أو مواقف انحيازية تجاه أحد الأطراف. وبالتالي المنطقة العربية بقيادة مصر وبقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول الفاعلة استطاعت بالفعل أن تطور هذا النمط، أن تفتح أبوابها لكل مسؤولي القوى المتصارعة في العالم لكي تأتي وتتحاور وتتفاوض وتدير شبكة المصالح المشتركة. وأعتقد أن ده كان نموذج مهم جدا، نموذج دبلوماسي ونموذج سياسي بيعكس أن المنطقة العربية ليست طرفا في الصراع، بل بالعكس هي يمكن أن تكون وسيطا من أجل إحلال السلام. وأعتقد أنه الإمارات العربية المتحدة تحديدا، ونحن نتحدث عن هذه الزيارة المهمة للرئيس الإماراتي إلى القاهرة، الإمارات كانت وسيطا مقبولا من قبل طرفي الصراع من روسيا وأوكرانيا، ونجحت هي والسعودية في عقد مجموعة من الصفقات تبادل الأسرى بين الجانبين. وبالتالي أتصور أن النهج الدبلوماسي المتوازن والعاقل والحكيم الذي طورته مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية قبل أو كان مقبولا لدى العديد من الدول، وجاءت هذه القوى الدولية للقاء القادة العرب، رأينا ذلك في منتدى جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس الأمريكي، رأينا ذلك أيضا في القمة العربية الصينية في الرياض، رأينا استقبال القاهرة لوزير الخارجية الروسي، وزير الخارجية الأمريكي، استقبال مسؤولين من الجانب الأوكراني. وبالتالي أعتقد أن هذا النموذج المنفتح، النموذج المتوازن، لاقى قبولا كبيرا، ويمكن أن يتطور لتلعب المنطقة العربية والدول الفاعلة فيها بقيادة مصر والإمارات والسعودية دورا مهما على الساحة الدولية وفي إطار النظام الدولي الذي يعاد تشكيله حاليا. شكرا جزيلا للدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، كنت معنا عبر الهاتف.